بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. جمهورنا الفاضل، إننا اليوم لنحبذ أن نسمع من الكلام أحسن ومن الحديث أصدق. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب بن شنوح عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واتقوا الله الذي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. صدق الله. الحمد لله الواحد الأحد الصاد المتفرد بالجلال والكمال على التفصيل والأجمال، أحمده وأثني عليه الخير كله. القائل في كتابه العزيز قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين وأشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحابته ومن تبع هداهم وسلك سبيله بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السادة الأساتذة الأفاضل، السادة ممثلي السلطة المحلية، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء الشعبة البلدية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين برأس الوادي أن أرحب بكم جميعا وأقول لكم: حللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة منزلا. نحمد الله تعالى الذي حبانا وحب الأمة الجزائرية بهذه الجمعية المباركة التي حملت على عاتقها من أول يوم من أيام تأسيسها عهدا من الله أن تعمل جاهدة في تجديد الدين الأمة وصيانته من البدع والخرافات والمحدثات، وحماية لسانها من التهجين وأرضها من الغاصبين المعتدين، في وقت احتفل المستعمر بتشييع جنازة الإسلام فيها، فجندت الجمعية لذلك المعلم والمدرسة والصحيفة والخطيب والمحاضر والواعظ والشاعر في شعار عظيم ينم عن أهدافها النبيلة ونواياها الصادقة: الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا. فنشأ جيل والحمد لله لا يرضى عن الإسلام بديلا، ولا عن العربية لغة ولسانا
دون تنكر لأصله ولا عن الجزائر وطنا وأرضا. فكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حرزا وحصنا متينا للأمة الجزائرية، ساهمت بقدر كبير في تحرير العقول والأبدان والوطن. وهي اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تسعى لمواصلة رسالتها في مجال التوجيه الديني وفي المجالين التربوي والثقافي، لتكوين فضاء دعوي بزعامة ثلة من علماء الجزائر، هؤلاء الدكاترة والأساتذة ومفكريها، واستكمالا لمسيرة الإصلاح التي حمل مشعلها علماء الجمعية، حيث يقول العلامة الشيخ محمد البشير إبراهيم رحمة الله عليه: إن الإصلاح لا يموت بموت المصلحين الذين نعرفهم، وإن الإصلاح أمانة إلهية تنتقل من صدر إلى صدر ولا تدخل مع الميت إلى القبر، رحمة الله عليه. وعملاً بوصية الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس، والتي يقول فيها: إنني لست لنفسي وإنما أنا للأمة، أعلم أبناءها وأجاهد في سبيل دينها ولغتها، إنني أعاهدكم على أنني أقضي بياضي على العربية والإسلام كما قضيت سوادي عليهما، وإنني سأقصر حياتي على الإسلام والقرآن. هذا عهدي لكم، يقول رحمة الله عليه، هذا عهدي لكم، وأطلب منكم شيئا واحدا، وهو أن تموتوا على الإسلام والقرآن ولغة الإسلام والقرآن. نعم. وبمناسبة الذكرى 92 لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتخليداً للذكرى 58 لوفاة العلامة الشيخ محمد البشير إبراهيم رحمة الله عليه، تنظم جمعية العلماء المسلمين شعبة رأس الوال هذه الأيام التربوية، أو هذا الملتقى 13، للوقوف على سبل الإصلاح في مواجهة تحديات العصر، وبشعار: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في ظل العقبات والتحديات الراهنة على المستوى الداخلي والخارجي. بعد أن تناولنا كما تعلمون في الطبعة الماضية الشباب والوسائط الرقمية، فأيها الأخوة الكرام، المجتمع في أشد الحاجة إلى الإصلاح، والإصلاح بمفهومه الواسع يشمل مناحي الحياة كلها في الجانب الديني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكل مجال يتطلب إخلاصاً وصدقاً والسير على النهج القويم، وأن يأخذ بالعوامل والأسباب والوسائل التي بها صلاحه، وأن يسير على النهج الذي سار عليه خيرة هذه الأمة سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن العوامل التي بها صلاح المجتمع هي العوامل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وقام بها صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون، ثم من معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وجعل من أتباعهم بإحسان. فكما يقال أو يقول مالك بن أنس رضي أو الإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا ما سيتناوله الأساتذة الكرام بالبيان والتفصيل خلال هذا الملتقى، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق وحسن الإلقاء، وللحضور الكريم حسن الاستماع والإنصات. في الأخير نشكر كل من ساهم في إقامة هذا الملتقى من قريب أو بعيد، وبارك الله في جهودكم ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحييكم باسمي وباسم المجلس الشعبي البلدي لبلدية رأس الواد، وأقول للجميع تحية خالصة منكم إليكم، ولا أقول لضيوفنا بل لدكاترنا: أهلا وسهلا بكم في مدينة رأس الواد. لستم بضيوف، وإنما نحن جزائريون، نحن في 1500 بلدية، كلنا لنا، والكل للجزائر، والجزائر للجميع. أشكركم مرة ثانية. بالنسبة لجمعية علماء المسلمين، نحن نقف دائما مع هذه الجمعية لأن التأسيس نتاعها كان تأسيس واضح. التأسيس نتاعها هو تحرير العقول، ثم تحرير الوطن من الاستعمار الفرنسي، وبدأت
في تحرير العقول مع العلماء انتهى حتى إلى الاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على نبيه الأكرم وعلى آله وصحبه وأوليائه، أكرم به وأنعم. أيها النشام الأمجاد والضيوف الأجواد والأساتذة الأسياد، سلام عليكم ما أحب وصالكم، وغاية مجهود المقل سلامه، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم أيها الأفاضل بتحية معروفة التي صارت لازمة مألوفة، لأنها بالسجع والإطناب دوما محشوة وملفوفة. فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، وأبقاكم عوامل رفع للجزائر وأحياكم، وأدامكم لخدمة الإسلام والعربية في هذه الديار ووقاكم، ومن خلال الغر والشاكم وكساكم، ومن سلسبيل الجنة سقاكم، فما أسعدنا اليوم بلقاكم أو بلقياكم. بمسقط رأس الشيخ العلامة والحبر الفهامة الدراكة الأسعد والتكلامة الأوحد، الإمام اللوذعي والأديب الألماعي والمصلح السميدعي، جدي في الأدب لا النسب، سيدي محمد بشير إبراهيمي، طيب الله ثراه وجمعنا وإياه. أيها السادة الأبرار، النجب الأخيار والجهابذة الأطهار، نستضيف في هذا اليوم المبارك الميمون تحت خيمة جمعية العلماء المسلمين الجزائري شعبة رأس الوادي، لنستنشق نسائم الأيام التربوية والجلسات العلمية في الذكرى 58 لوفاة علامة الجزائر وعلامة رفعها ورفعتها، ملك البيان سيد محمد بشير إبراهيم عليه شآبيب الرحمة والغفران، متلمسين في سيرته العطرة ومتوسمين في مسيرته المظفرة، ومستلهمين من درره الساطعة النيرة ما يجعلنا نقتفي الأثر ونردد على مدى الدهر: يا شباب الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا. سعيد حتى الثمالة وأنا أكحل عيني اليوم برؤية مشايخ أجلاء ودكاترة فضلاء وأساتذة نجباء أصلاء، طالما قرأنا لهم المقالات الماتعات وسمعنا بمآثرهم الخالدات الرائعات، ولسان حالنا يردد ما قاله الشاعر العربي: لقد سمعنا بأوصاف لكم كملت، فسرنا ما سمعناه وأحيانا، أحيانا الأولى من الحياة، من قبل رؤيتكم نلنا محبتكم، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أساتذتي الكرام، إنها لسعادة غامرة ولحظات من الوفاء آسرة، وقد أتيحت لي فرصة الكلام وسط أعلام كرام وجهابذة العظام، وقد جف مني العود، يعني بقيت مطرق شواء، وقد جف مني العود وتقوس العمود، وحال الجريض دون القريض، والجريض هنا هو المرض والهم، رفع الله عنا وعنكم كل هم وداع. يأتي في طالعتهم الفرقدان اللامعان والنجمان الساطعان والخطيبان المفوهان البارعان والكاتبان النحريران الماتعان، سيدي الدكتور محمد بلغيف، أو غدوة يكون حاضر ربما نعود هذا إن شاء الله نسمح الوقت. سيدي الدكتور محمد بلغيف جعله الله غيثا مدرارا وصير علمه سواقيا وأنهارا، تحيي نفوسا كليلة لتجعلها كبارا مصداقا لقول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. كما نرحب بالأستاذ القمقام والعظم الصمصام، وهو السيف الباطن القاطع، كما نرحب بالأستاذ القمقام والعظم الصمصام سيدي علي حليتيم، وليس حالك بيتيم، وليس بيتيم سيدي الكريم، من وهب هذا الفكر الراسخ والنراع البادخ والنظر الثاقب الشامخ، فأبقاك ربي نصيرا للغة الضاد التي أسلست لك القياد وأرخت لك عنان الجياد، وها أنت اليوم كعهد بك تحمي حماها وترمي من رماها، أدامك رب العباد لرسالة الإعلام الجاد تجمع شتاته وتحيي مواته وترعى متاته، والمتات هو من قطع من صلات ووشائج، ولمركز الشهاب العتيد تعلي بنيانه وترفع عرصاته وأركانه وتعطر بنفحاتك العابقات أفنانه، دون أن أنسى فارس بونه عناب الميمونة
وابنها البار سليل الأمجاد الأجواد زعيم مراد، وأنت سيد أهل الزعامة والسيادة والريادة، وقد جاءتك طيعة منقادة، وها هي الوفود جاءتك اليوم لتضع لنا المنهاج لأسرة أرادوا لها التفكك والإعوجاج. وتحيات زكيات عطرات للدكتور الزواقة بدر الدين زواقة صاحب الرؤى المتجددة التي تزيل الغبش عن العقول المتلبدة المتبلدة ليشرح لنا بقريحته المتقدة وفكره اللماح نظريات الإصلاح، فأكرم بهذا الهرم السامق الجحجاح، والجحجاح هو السيد الكريم وليس الجحجوح كما كنا نقول في الطفولة. وسواقي نمرات منعشات للأستاذة الفاضلة عتيقة لابتي وهي تتفقد وترعى غراسها ونبتها وقد استوى على سوقه. وفي الأخير اسمحوا لي أن أدندن بهذه الخاطرة الطلابية التي نشرتها بجريدة الشروق البصائر عربون محبة لطالب الجزائري والجزائر، والتي سلبت فيها مسلك جدي في الأدب متمثلا شبابنا اليوم كما تمثله سيدي الإبراهيم بالأمس. أيها الطالب الجزائري الأبي، أتمثلك ذا قلب نقي وعقل ذكي وخلق حيي وأصل زكي، أتمثلك صانعا للحياة مثل الزهر والنبات، تسير بعزم وثبات فتورق بين قدميك ربوع الفلات، ولا غرب فأنت سليل الأماجد الأبات. أتمثلك الورد والأقاح والشذى الفواح وحادي الأرواح إلى طريق النجاح والفلاح، أتمثلك مثل قطر الندى وبل الصدى وسهما ندخره في نحور العداء. أتمثلك وطنيا باني أوطان بالعلم والإيمان لا بالدروشة والرهبنة والبهتان، أتمثلك فارس الفرسان يوم الطيعان يوم الحرب وحارس الضاد والبيان حين تتلاقح الأفكار على عود الجنان محافظا على إرث ابن باديس والإبراهيم وشيبان رحمهم الله جميعا. أتمثلك سيبويهيا نسبة إلى سيبويه صاحب الكتاب، أتمثلك سيبويهيا وجنيا في النحو والإعراب ورشديا في المنطق وفصل الخطاب وبطوطيا يجوب الآفاق بفكره الخلاب، أتمثلك فراهديا في العروض خليل بن أحمد الفراهدي واضع علم العروض وصاحب معجم العين، أتمثلك فراهديا في العروض لا تغريه القروض ولا تستهويه كثرة العروض، أتمثلك خلدونيا في الاجتماع وحيانيا في المؤانسة والإمتاع وبحتريا في الوصف اللطيف وجريريا في اللفظ الخفيف لا اللفظ السخيف، أتمثلك جرجانيا عبد القاهر جرجاني صاحب الإعجاز وهو من وضع علم البلاغة، أتمثلك جرجانيا في البلاغة والبيان وسحبانيا في الفصاحة والتبيان، سحبان وائل ويقال أبلغ من سحبان، أتمثلك قعقاعيا في نصرة الإسلام وجربوعيا في مدح خير الأنام صديقي محمد جربوعة وهو الآن استقر في مسقط بعمان وهو من أطلق علي اسم الإبراهيم الصغير أو جني السجع حيث يقول هذا الفتى يدعونه بكثير ملقي القميص اليوسفي بشير من ألمع الفتيان في أحيائكم وأرق من بحداه تسير العير، قد قيل جني في رأسه إذا حكى الجبين جاءه التعبير. أخلص. أتمثلك إبراهيميا في السجع الجميل وبادسيا في الفكر الأصيل لا بارسيا في الفكر الدخيل، أتمثلك أدهميا في الصوامع وقطزيا في المعامع مظفر قطز وصيوطيا في همع الهوامع وأصمعيا في تتبع أخبار وتدبيج الروائع. يا شباب الجزائر هكذا كن أولى شكرا للأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي رفع السماء بعيدا ومهد الأرض للورى تمهيدا، والحمد لله المعز بفضله حمدا كثيرا طيبا ومزيدا، وصلاة ربي والسلام هدية للمصطفى خير الأنام وجودا. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، الحمد لله ما غرد بلبل وصدح وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح، الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع ماء وتفجر، وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر.
سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين، وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفين. سلام الله نهديه إليكم من الأعماق يعبق ياسمينا. باسمي وباسم أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نحييكم تحية الإسلام الخالدة معطرة بالحب. حياكم الله أجمعين، حياكم الله، وأنتم تفيدون إلينا من منابع طيبة شتى. حللتم أهلا ووطأتم سهلا، كل شيء في هذا الوجود يرحب بكم، كل شيء يتمنى مشاركتكم في مثل هذه الفعاليات والإبداعات الرائعة. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام بين زهور الإبداع ورحيق الأخوة وشذى المحبة. إننا اليوم نفخر ونعتز أن نكون جزءا من مدينة العلامة الجزائري محمد البشير الإبراهيمي، وإحياء لذكرى وفاة هذه الشخصية الفذة والمؤثرة، داعية الإسلام والإصلاح، حامل لواء العلم والمعرفة. في شهر ماي، شهر تأسيس جمعية علماء المسلمين، نحيي معا هذه الأيام التربوية في طبعتها 13 بإقامة محاضرات متنوعة نثري بها عقول شبابنا والموسومة بسبل الإصلاح في مواجهة تحديات العصر. دون أن يخفى عنكم حضورنا الكريم أننا اليوم في صدد أن نعلن رسميا وحضوريا افتتاح مشروع الأسرة القرآنية تحت لواء جمعية العلماء في مدينتنا.